حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري. المنتخب المغربي لمبتور الأطراف في نهائي البطولة الأفريقية نسخة عام 2024، وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، الفيديو ده بالذات يستحق منك الدعم، يستحق منك اللايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر ان انت مغربي. طبعا المنتخب المغربي يستحق التأهل الى النهائي من البطولة الافريقية لمبتور الاطراف المقامة على الاراضي المصرية لنسخة عام 2024 عن جدارة واستحقاق. المنتخب المغربي يفوز اليوم على منتخب نيجيريا بنتيجة ثقيلة، نتيجة مدوية 6 أهداف لصالح أسود الأطلس مقابل 2 لصالح نيجيريا، ويتأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية. أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 4 أهداف مقابل 1، وينهي الشوط الثاني والمباراة لصالحه أيضا بنتيجة 6 أهداف مقابل 2. وكل الشكر موصول لكل عناصر الرياضة المغربية اللي بيستطيعوا قدر الإمكان وبيحاولوا قدر الإمكان من تحقيق حلم الملايين من المغاربة في ظل المشاركة المغربية ولحظة رفع العلم المغربي اليوم بعد ضمان التأهل رسميا إلى مونديال كأس العالم 2026، وأيضا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها بعد غد الاثنين بمشيئة الله تعالى على الأراضي المصرية بملعب دار السلام. أطيب التمنيات لكل عناصر الكرة المغربية، محسن شغال وإلياس سبيع، وأيضا كل عناصر الكرة المغربية والنجم بقيادة النجم، أداء ولا أروع لكل عناصر الرياضة المغربية منذ انطلاق مرحلة المجموعات. المغرب يفوز على أوغندا بنتيجة 9 أهداف مقابل 0 في مرحلة المجموعات، وأيضا فاز على ليبيريا بنتيجة 5 أهداف مقابل 0. يعتبر فوز غالي وثمين جدا، والأغلى من الفوز دون يعتبر الفوز في مباراة ربع النهائي على المنتخب المصري على أرضية المنتخب المصري وسط جمهوره وسط عشاق الكرة المصرية، تحقيق حلم ولا أروع، تحقيق إنجاز ولا أروع للرياضة المغربية بعد الفوز على مصر بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 بين المنتخبين. ألف ألف مليار مبروك، والنهاردة فوز غالي وثمين جدا، الفوز على منتخب مين يا جماعة؟ منتخب نيجيريا اللي ضمن تأهله كأول المجموعة الأولى بعد التعادل مع المنتخب المصري المنظم والمستضيف في المباراة الأولى، مباراة الافتتاح بنتيجة 0-0 بين المنتخبين، واستطاع من الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 11 هدف مقابل 0 في المجموعة الأولى ليتأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي. ومن ثم استطاع أيضا المنتخب الغاني من الفوز على منتخب الجزائر أيضا بنتيجة ثقيلة في مباريات الدور نصف النهائي اليوم بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 ليقصى ويستبعد المنتخب الجزائري من البطولة الأفريقية على يد المنتخب الغاني. طبعا منتخب الجزائر يا جماعة قدم مباريات في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بنتيجة 1-0 بيفوز بصعوبة على منتخب كينيا ضمن إطار مرحلة المجموعات للمجموعة الثالثة، ويفوز أيضا بصعوبة على منتخب جامبيا بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. أما في الجولة الثالثة استطاع المنتخب الغاني من الإطاحة بمنتخب الجزائر بنتيجة 5 أهداف مقابل 0. ومن ثم قلت لحضراتكم أن منتخب الجزائر بان على حقيقته وبان على مستواه الطبيعي والأصلي، وبان مستواه بالأخص في مباراة الغانا اللي انتهت بفوز غانا بنتيجة 5 أهداف مقابل 0. ومن ثم منتخب الجزائر بيحقق فوز في مباراة ربع النهائي أمام أنجولا بنتيجة 2-1
ليقصي المنتخب الأنجولي حامل لقب بطولة 2018 وأيضا وصيف بطل العالم 2022، ويتأهل المنتخب الجزائري لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لمبتور الأطراف على الأراضي المصرية لنسخة عام 2024، ويقصى على يد المنتخب الغاني الند الخصم العنيد جدا، المنتخب القوي الذي استطاع من حمل بطولة ألعاب القوى الأفريقية لعام 2023، وجاء بعده المنتخب المغرب في المرتبة الثانية، المنتخب المغربي أسود الأطلس حامل لقب ميدالية الفضية صاحب المرتبة الثانية في 2023، وبمشيئة الله تعالى نعوض الحلم ونفوز على المنتخب الغاني في المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى، لأن منتخب يستحق مننا كل الدعم والتقدير، منتخب بيضع قدمه في المباراة النهائية بصعوبة على الرغم من التواجد في أجواء مناخية صعبة جدا على الأراضي المصرية، وأيضا في وسط الجمهور المصري المحب والعاشق لكل الرياضات المغربية والعربية والإفريقية، وأيضا في ظل تواجد أعظم جمهور عرفته الكرة المغربية والإفريقية على الساحة العالمية، دعوات المغاربة في كل أنواع الأنشطة الرياضية في كل أنحاء العالم للمنتخب المغربي اليوم 1,000,000,000 مبروك، الفوز بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتأهل إلى نهائي البطولة 1,000,000,000 مبروك، مع أطيب تمنياتي للمنتخب المغربي الفوز بنهائي البطولة الأفريقية على حساب المنتخب الغاني المباراة المقبلة يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، إلى مزيد من التألق، إلى مزيد من النجاحات والإنجازات، إلى مزيد من التألق والانتصارات للمنتخب المغربي لكل أبطال المملكة المغربية في شتى أنواع الأنشطة الرياضية وعلى الصعيد العالمي في كل أماكن العالم في شتى أنحاء الكرة الأرضية 1,000,000,000 مبروك، وفي انتظار رفع راية المملكة المغربية في نهائي البطولة الأفريقية إلى مزيد من التألق والانتصارات للمنتخب المغربي للمملكة المغربية للشعب المغربي الطيب الأصيل، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.